بقى على حالة الطقس النهاردة، وخلوني أقول لكم أنه بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس شديد الحرارة راطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار راطب على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة راطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة راطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. طيب خلونا ننتقل بقى لدرجات الحرارة ونعرف درجات الحرارة بالتفصيل في بعض محافظات الجمهورية النهاردة أخبارها إيه. خلونا نبدأها كده من القاهرة اللي هتكون 36-25، بالنسبة للإسكندرية 35-24، الإسماعيلية النهاردة 37-23، أما الدقهلية فهي 36-23، الغردقة درجة الحرارة فيها 37-27، وأخيرا المنيا 40-24. تعالوا كمان نروح نشوف بعض العواصم العربية والعالمية، ونبدأها بالرياض درجة الحرارة 37-22، أما أبو ظبي 36-31، أنقرة 28-15، لندن 17-11، وواشنطن 18-4، وأخيرا بكين 32-17.